كيف صار شعر الأستاذ سيمو أسمر أبيض؟ أستاذ سيمو، أستاذ سيمو، في مخلوق بشري برا بده يعمل بعد تجربة أداء مطفل، فهمتوه؟ يلا خلي فوت بسرعة. مخلوق بشري. واو فامول. يعفيكم العاطية. شو هيدا؟ يعفيكم العاطية. ليك أنت عاطل بالمرة، شو اسمك يا حبيبي؟ فنتر شقلوبي. تبع فنتر وتلينا. أنت شو بتشتغل؟ باقي بارد عند الفنانة هاي بوفي، وجسمي أحلى من فون كلود جاندام ومن شارلوت وازينيجر ومن بلتستر ستالون. بلتستر تسترك سطر لك حبيبي، أنتو كم واحد بالبيت؟ 3 شباب و 28 بنت. لك يا حبيبي، أنت شو بيشتغلوا أهلك؟ بيي سوفير مارشيتش قطص، وعندي خيي سوفير لامبيانس وي وي، وعندي خيي التالت بيسوق أفطائية هي اللي بتطفي. أنتو مين بيصرف عليكم بالبيت؟ خيي اللي عنده أفطائية. ما مرة ولع الجبل عند الوزير وهام وقاب وطلع خيي بلش تفطاية، قديها كل الليل تفطاية لاشتحبر وجهه. هيدا خيي اللي عم بحكيك عنه بيشبهني كتير، طبقة نسخ الأصل عني، بس هو أسمر لأنه بده يروح يعمل برونجاز على طول. أنا بس روح على البحر ما بحب روح اشتمس، بس روح على البحر بحب اتسمق صياد أنا، وبالشتوية بقعد حد الصوبة وبكوي شستنا وباكل. لك يا حبيبي تركني منك ومن عائلتك، إلي اللي جيت مأخر على الكاستينج. فقت الصبح كانت نفساني تعبيتي كتير وخربطاتي مشعرتين، قمت نطيت على حلال السلاقة اللي بوجه البيت قلت له سكسك لي هالخفوفة. بس خلصت أنا وضاهر من عنده قمت اتزلحطت على الدرجة، فانبرد سحاب فنطلوني، قمت رجعت على البيت غيرت وجيت. لك يا حبيبي يا مفنتر شبعتنا تفنتر بحكيك، شو بدك تغني؟ هالحلوين شو صيصان عم بيأموا حول دور مبسوطين، شربوا خي قالوا مي، رفعوا ربهم شكروا راسهم مبسوطين، وطيرك يا دخل الورواد طوب لنا رحلك مشوار، سحسح لي للحبايب. بعد في اغنيه جديده طالعه شش 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 شيره ترت شيره ترت شيره ترت شيره ترت سجلك 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 تحت لك احسلك احد لي سقاقه يا ابو الشمير الحورا والماشرها عرناني عرناني حاجه تنفي وتدوري بعد المامي بعد المامي. خلاص تعالوا 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 حبيبي. لك انت شيء رثرت من هيك ما في ولا رفل من خلقتي ولا فل من خلقتي فل من خلقتي. لك شو بك انت عم بتوال ولا مثل هيدا المفنتر المبنتر اللي كان هون يا عم؟ شو بك اليوم؟ استاذ سيمو شو؟ شعرك؟ شو بشعرك؟